المشاهدين الأعزاء في خضم الاحتراس من الكورونا. أقدم نفسي، أنا علي عبد الهادي، أستاذ العمارة الداخلية في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وبتكلم دلوقتي على موضوع الشباب وتأثير المخرجات الثقافية على سلوك الشباب، وده من خلال دراسة حالة في حياتي أنا الشخصية، لأني بدرس مع الشباب لمدة 50 سنة وأكتر. فهتكلم عن التطور وتتابع التغيير اللي بيحصل واللي حصل واللي احنا وصلنا له دلوقتي، وإيه المطلوب مننا في الوسائل الثقافية اللي احنا بنقدمها للشباب. تنمو شخصية الإنسان وتتقدم من نواحيها المختلفة والمتنوعة داخل المجال الثقافي التي تكونت فيه، وتعيش وتتفاعل معه حتى تتكامل. ويبدأ التأثير الثقافي على الإنسان منذ نعومة أسفاره، فيتشكل اجتماعيا وفكريا ونفسيا حسب نوعية كل بيئة ثقافية نشأ فيها وتأثر بمخرجاتها. ومرحلة الطفولة في عمومها تعد بداية التكوين الجسماني والعقلي والفكري، وهي اللبنة الأولى التي يتشكل فيها الإنسان وتؤثر على استيعابه للأمور من حوله وبالتالي تؤثر فيه. وهناك أنواع مختلفة من التحولات خلال فترة المراهقة، فيمكن أن تشمل التحولات بين الشباب ما يلي: الانتقال من بيئات المدارس الابتدائية أو المتوسطة إلى الثانوية، ومن طالب إلى موظف ورعاية الشباب إلى البالغين في سن الرشد القانوني، ومقيم مرفق قضاء الأحداث إلى الشباب البالغين الذين أعيد إدماجهم، والروتين الأسري المستقر إلى ترتيبات المعيشة المعطلة، والاعتماد على دخل ولي الأمر إلى تحمل المزيد من المسؤولية المالية. وتبدأ الشخصية في التبلور عندما تصل إلى مرحلة الشباب، وهي المرحلة العمرية التي تمتد من سن 15 سنة إلى سن 25. وخوفنا على شبابنا من اللجوء إلى العنف أو التيه، سواء بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات أو السعي إلى الهجرة، كنتيجة لنشأة تعيسة لا علاقة لها بالغنى أو الفقر أو تواجده في الحضر أو الريف، بل كنتيجة لحياة لم يتم فيها الاهتمام به كفرد له رغبات وأفكار وأحلام وكرامة يجعلنا نستعيد بعض ما قبلناه من خلال تعايشنا المتجدد مع الشباب لأكثر من 50 عاماً في مجال التدريس الجامعي. فهرم احتياجات الإنسان الذي صممه العالم النفسي أبراهام مازلو بينقسم لخمسة أجزاء من القاعدة إلى القمة، ونجد أن إشباع جزئي القاعدة وهي الاحتياجات الأساسية التي تشمل الاحتياجات الفسيولوجية والسلامة والأمن تؤدي بدورها إلى مرتبات أعلى نحو قمة الهرم، تبدأ بالحب والانتماء ثم إلى تقدير الذات وأخيرا إلى مرحلة الإبداع وتحقيق الذات. اللي احنا بنشوفه دلوقتي في حياة الفنون الجميلة عبارة عن تكاتف وتجمع جماعات، يعني شغلهم دايما في مجموعات. احنا دايما علاقتنا بالطلبة بتوعنا علاقة قريبة جدا، لان كل استاذ بيقعد مع كل طالب واحد لواحد، يعني بيقعد يشرح له وبعدين بيقعدوا يشتغلوا مع بعض وينفذوا مع بعض. فطبعا يعني هنا مثلا يوم التنفيذ بيبقوا كلهم موجودين. من ضمن الحاجات اللي هم نفسهم الطلبة بيقولوها، بيقولوا يعني تشوف دفعتك اكتر من اهلك ويعيشوا معاك كل حالاتك.
يعني كوباية النسكافيه تتدلق على لوحتك قبل التسليم بساعتين، وتلاقي الدفعة كلها سايبين مشاريعهم وجايين ينقذوا ما يمكن إنقاذه في مشروع. بنشوف كمان أداء كان الأول باليد يدوي مانيول، وبعدين بيبتدي يختلف ويبقى بالأداء الرقمي، وهنا المشاريع الرقمية وهي مشاريع التخرج وهي مطبوعة ومعروضة وفي يوم المناقشة. من خلال تجربتي وملاحظاتي على مدى نصف قرن من الزمن في مجال التعامل مع عدة أجيال من الشباب، أجد أن من المهم التعرف على تطور الشخصية الشابة على مدى السنين والأجيال وتأثرها بعوامل التغيير المتعددة، مثل تسارع نمط الحياة. تسارع نمط الحياة أدى إلى سرعة في الأداء، والناس عايزة تخلص بسرعة، مش عايزة تعمل حاجة تاخد وقت طويل. حتى في الكلام الشباب ما شاء الله دلوقتي بيتكلموا بسرعة جدا بالنسبة للجيل بتاعنا، احنا في فرق كبير. حتى في كتابة الآراء بتاعتهم بدأوا يبتدعوا لغة جديدة بحروف جديدة بتبسيط واختزال شديد. طبعا هما التبسيط وإلغاء التفاصيل واللجوء للوسائل بتساعد على كسب الوقت، بنشوفها مثلا من خلال النموذج اللي احنا شايفينه ده من ضمن نماذج تدريبات بتنمي الخيال الإبداعي وتثقل المعرفة، فكان عليهم انهم يطلعوا على أعمال فنية تشكيلية من الأبستراكت الفن التجريدي، ويختاروا لوحة ويبتدوا يتعرفوا على صاحب اللوحة والفنان اللي عملها ويعني توجهاته واتجاهاته وباليت الألوان بتاعته والتاتشات بتاعت الألوان وازاي بيحط الألوان في اللوحة، وبعدين بيشتغلوها بيرسموها تيبيكال، وبعد كده بيبتدوا يعملوها أو يترجموها إلى بعد ثالث في تصميم، قد يكون تصميم بيت، قد يكون تصميم أي حاجة. فهنا بنشوف أنه بابلو بيكاسو العازفين الثلاثة عاملين تصميم بيت، وبنشوف قد إيه الشكل لطيف. في كمان هنا في بعد كذا سنة، يعني هما التمرين ده بياخدوه تقريبا سنويا، فبعد كذا سنة بدأت الأفكار تختلف بنفس الأشكال، يعني الشكل اللي هما بيختاروه هو واحد، إنما طريق الفكر في التكوين بقى وفي التصميم اختلف خالص وبقى عصري وبقى بسيط، يعني مبسط أكتر. كمان دخول التكنولوجيا الحديثة نطاق الحياة المعاشة، اهتمام الشباب بها واستخداماتها. بنشوف كمان الفنون الاتجاهات والتعليم برضو حصل فيه تغييرات. ده الاتجاهات والتعليم هنا كان في بداية الألفية الجديدة، يعني مش دلوقتي، دلوقتي اختلف. كان الفنون الجميلة والتراث والاهتمام برضو بالهوية والتراث، وفي مقابل فكر العولمة، لأنه العولمة غيرت الاقتصاديات بشكل كبير، يعني غيرت نماذج الأعمال والسياسات الحكومية مع أثار غير مسبوقة على المجتمعات وعلى الثقافات وعلى النظم الإيكولوجية والصحة والعدالة والمساواة. وعجلت الأحداث دي بالبحث عن خيارات اقتصادية وثقافية وسياسية جديدة في مواجهة وجهات النظر العالمية المتضاربة والتأكيد المتزايد على الهوية. وبتركز الدراسات البحثية على التنوع والتعددية اللي هم غنيين في العالم، وبتعمل من أجل إيجاد بدائل مستدامة. طبعا نمرة أربعة، انتشار العوامل الافتراضية وتأثير على كل شيء في الحياة اليومية كالاقتصاد والتواصل الاجتماعي وكيفية أداء الأعمال. فعندما قدمت الوكالات والمهنيون في مجال تنمية الشباب في هونغ كونغ تدريبا
عالي الخطورة على مهارات الحياة للشباب بهدف إلى الكفاءة الشخصية والانتماء والتفاؤل، أفاد الشباب بأنهم بيلاقوا إنه عندهم تغييرات إيجابية على سلوكهم، والتغييرات دي من ضمنها السيطرة على الغضب وحل الصراع، وتعلموا التواصل الأكثر فاعلية مع البالغين وحل المشاكل، وكمان تطوير قيمة العمل الجماعي، يعني إزاي شعروا بقيمة العمل الجماعي. وبيتمثل المفتاح في تشجيع الشباب على تقديم مساهمات لمجتمعاتهم المحلية من خلال أنشطة تعلم الخدمات وتمكن الآباء والمعلمين من العمل في أدوار داعمة. ويأتي هنا دور التعاون بين مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية مع تضافر جهودها والتنسيق بينها، مثل الثقافة والتعليم والإعلام والسياحة والإدارة. إحنا شهدنا مؤخرا تعاونا في هذا المجال بين وزارة الثقافة ومؤسسة فاروق حسني للفنون والثقافة في العامين 2020 و2021 من خلال الجوائز اللي بتقدمها مؤسسة فاروق حسني. وكذلك يعني شفنا قريب العرض الرائع لنقل المومياوات الملكية من متحف الآثار المصرية القديمة بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. روعة ورقي في اللحن والإخراج وتكامل الأدوات الثقافية المرئية والسمعية، واستخدام ذكي لتقنيات العصر، فيعتبر عصر مدمج بلاندد شو، وهو ما ينادى به في اتجاهات التعليم الآنية. كذلك هناك اتجاه في التعليم باتباع البرامج التي يكون فيها الدراسات بينية، يعني مجموعة من التخصصات بتبتدي تعمل مع بعضها برنامج، بس ما يبقاش كل تخصص بيعمل التخصص بتاعه لوحده، لا هم بيندمجوا، يعني بيحصل اندماج بحيث انه في الاخر بيطلع منتج جديد يفيد نوعية الأعمال الجديدة. وإحنا كنا بنتكلم على مشاكل الشباب من ضمنها البطالة، لأنه بيتخرجوا كانوا ما بيلاقوش عمل بسهولة، فطبعا لأنهم مش مؤهلين لنوعيات العمل الحديثة اللي ظهرت على الساحة، وإحنا محتاجين برضو نهتم، يعني فعلا لازم يبقى فيه اهتمام وتعاون ما بين الثقافة والتعليم والإعلام والسياحة والإدارة. بعد هذا العرض من خلال التقنيات الرقمية التي بدأنا استخدامها منذ عقد من الزمن وزاد تنوعها والاعتماد عليها الآن في عصر الكورونا، أي التواصل من خلال العالم الافتراضي، لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة سهير عثمان، عضو لجنة الثقافة ورئيسها الأسبق بالمجلس الأعلى للثقافة، على دعوتها الكريمة لي للقيام بهذا العرض. وأثمن ما تقوم به معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ودعمها المستمر للمبادرات الثقافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.